في 28 من تشرين الثاني نوفمبر 2020 وبعد أقل من شهر من القتال، دخلت القوات الإثيوبية مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي. أعلنت الحكومة الإثيوبية رسمياً القضاء على ما أسمته تمرد جبهة تحرير شعب تيغراي. مكلي تحت سيطرتنا، لم ندمرها ولم يصب أي شخص بأذى خلال العملية العسكرية في المدينة. لكن في معسكر أم راكوبة للاجئين التيغراي في شرق السودان، استمعنا لقصة مختلفة عن تلك التي رواها رئيس الوزراء الإثيوبي. جونا بثلاث اتجاهات، إريتريا بيجاي، الجيش بتاع أبي أحمد بيجاي، والفن بيجاي. التيغراي بقت في النص، تحارب ديل ولا تحارب ديل ولا تحارب ديل. عشان كده دي إبادة، ما داير الاثنين ثلاثة إبادة بتاع التيغراي. في الحلقة الثانية من هذا التحقيق، برنامج الحرة تتحرى يبحث في أسباب تدخل الجيش الأريتري في حرب التيغراي وحجم مسؤوليته عما سميت مذبحة مدينة أكسوم طبقاً لروايات شهود العيان وتقارير المنظمات الحقوقية الدولية. هناك العديد من التقارير الموثوقة عن ارتكاب القوات المسلحة في تيغراي لأعمال عنف ضد المدنيين، بما في ذلك العنف القائم على العرقية وغيره من الانتهاكات والفظائع لحقوق الإنسان. كان سلوك قوات الدفاع الإريترية وقوات إقليم الأمهرة فظيعاً بشكل خاص. يجب على رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والرئيس الإريتري أسياس أفورقي محاسبة جميع المسؤولين عن الفظائع. رغم الاتهامات الدولية الصريحة، إلا أن الحكومتين الإثيوبية والأريترية أصرتا في البداية على الإنكار. أولاً كانت النفي التام من الحكومة الإثيوبية بوجود قوات أثرية، ثم بعد ذلك الإقرار بأن هنالك قوات أثرية لكنها دخلت دون التنسيق مع القوات الإثيوبية. ثالثها كان بأن القوات الأريترية دخلت إلى إثيوبيا رداً على اعتداءات وجهت لها. بعد 4 أشهر من النفي، اعترفت أديس أبابا بتواجد القوات الأريترية على الأراضي الإثيوبية. بعد أن عبر الجيش الأريتري الحدود وبدأ عملياته في إثيوبيا، كان أي ضرر يلحقه بشعبنا غير مقبول، ولن نقبله حتى لو كان صادراً من جنودنا. كانت الحملة العسكرية موجهة ضد أعدائنا المشتركين وليس ضد الشعب. لقد ناقشنا ذلك 4 أو 5 مرات مع الحكومة الأريترية بإرسال وفود من كبار المسؤولين. تدخلت القوات الأريترية، نعم هم فعلوا ذلك. تدخلوا بعد أن بدأت جبهة تحرير شعب تيغراي الحرب في 24 نوفمبر، وأطلقوا الصواريخ باتجاه العاصمة الأريترية أسمرة. ماذا تتوقع؟ في الحقيقة هذا غير مبرر إذا جاز التعبير. هل كان ذلك دعوة للأريتريين؟ تعالوا وانضموا إلى الحرب. اعتراف الحكومة الإثيوبية تبعه آخر صدر عن الجارة الشمالية لإثيوبيا. اتفقت أريتريا وإثيوبيا على أعلى المستويات على البدء في انسحاب القوات الأريترية. اندلعت الأزمة في منطقة تيغراي في إثيوبيا لأن ما يسمى الجبهة الشعبية لتحرير شعب تيغراي شنت هجوماً استباقياً عنيفاً على جميع وحدات القيادة الشمالية الإثيوبية. صدم الكثيرون لأنه من الغريب أن يسمح أبي أحمد لإريتريا بالتدخل في مشكلة داخلية. كانت إثيوبيا على الأرجح قادرة على السيطرة عليها وحدها، فلماذا فعلت ذلك؟ ما الذي حدث؟ ولماذا شاركت إريتريا في هذه الحرب؟ في
إجابات الأسئلة المطروحة استدعت العودة إلى التاريخ، وتحديداً عام 1951 عندما بدأت الأمم المتحدة اجتماعات لتقرير مصير المستعمرات الإيطالية في إفريقيا ومنها أريتريا. ربطت إريتريا فيدرالياً مع أثيوبيا لمدة 10 سنوات إلى أن يعني يتم مناقشتها لاحقاً. أخلى الإمبراطور هايلي سلاسي بكل الشروط ودم إريتريا عنوة واعتبرها إقليم من الأقاليم الأثيوبية. Even if the Ethiopian truth is a great occasion, as the date to enter Eritrea, the emperor had chosen the anniversary of the outbreak of the 1936 war with Italy. تمت الإطاحة بالإمبراطور هايلي سلاسي في 74، وكان هناك الضباط الذين استلموا الحكم، خصوصا فيما بعد الضابط الأبرز فيهم ما يسمى بمنجستو هايلي ماريام الذي انفرد بالحكم من 77 إلى 91، لم يعترف بالقضية الإريترية، وإنما يعني حاول أن يحسم القضية بشكل عسكري. يعني في تلك الفترة في السبعينيات جبهة تحرير التجراي أو ما يسمى TPLF، الجبهة الشعبية لتحرير شعب التجراي، كانت أعلنت رسميا. اجتمعت المصالح، فالتيغراي ناقمون بسبب ما يصفونه باضطهادهم على يد عرقية الأمهرة المسيطرة على نظام منجستو هايلي مريم، والأريتريون يسعون إلى استقلال طال انتظاره عن إثيوبيا. في نهاية 79-80 تحالف الطرفين، الجبهة الشعبية لتحرير التيغراي والجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، وأيضاً بدأوا يتواصلون مع القوى المناوية لنظام منجستو هايلي مريم للإطاحة به. في أيار مايو عام 1991، وبعد قتال دام ما يقارب العقدين، سقط نظام هايلي مريم، واستولت قوات جبهة تيغراي على أديس أبابا وعلى السلطة. دعم ملس زناوي الرئيس الإثيوبي آنذاك والمنتمي لجبهة تيغراي طموح حليفه أسياس أفورقي، فحصلت أريتريا على استقلالها. لكن وصول طرفي التحالف إلى أهدافهما النهائية كان إذاناً بانتهاء سنوات الكفاح المشترك وبداية زمن العداء والصراع. بعد فترة وجيزة من استقلال إريتريا، طالب الإريتريون بتعديل للحدود، وقالوا إن أجزاء منها تم رسمها بشكل غير عادل، وإن بعض الأراضي يجب أن تكون إريتريا، لذا رأيناه تصاعدا للتوتر. وبالطبع رد التيغراي بأن نصف الحدود المشتركة بين إريتريا وإثيوبيا تقع في إقليم تيغراي، وهذا معناه أنكم تطالبون بأرضنا. بسيطرة شبه كاملة للتيغراي على السلطة في إثيوبيا، تم رفض الطلب الأريتري، وبحلول أيار مايو 1998 اندلعت الحرب بين البلدين. كانت حرباً دامية، قتل فيها ما يقرب من 100,000. لم تكن حرباً حدودية قصيرة الأجل ولا مناوشات ثانوية، كانت حرباً شاملة بين البلدين. بعد معارك دامت لأكثر من سنتين، خرجت إثيوبيا وعلى رأسها جبهة التيغراي منتصرة. إثيوبيا
لكن الملف لم يغلق مع مطلع الألفية الثالثة. فبعد عقدين من هذا المشهد كانت المنطقة على موعد مع صراع جديد بين حلفاء الأمس وأعداء اليوم. أقبل هذه الجائزة نيابة عن كل الأفارقة ومواطني العالم الذين تحول حلم السلام بالنسبة لهم إلى كابوس حرب، الحرب التي هي دليل على فشل كل من شارك فيها. في عام 2019 حصل رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد علي على جائزة نوبل للسلام، فبعد 3 أشهر فقط من توليه منصبه عقد اتفاق سلام مع رئيس أريتريا أسياس أفورقي أنهى الصراع الحدودي بين البلدين. تيغراي أيضا استغربوا من هذا الأمر بأنه كيف للرئيس أريتري أن يحظى بكل هذه الحفاوة في الاستقبال في الوقت لم تتم الاتفاق فيه على أي شيء حول ترسيم الحدود وحول مخلفات الحرب وحول التعويضات وغير ذلك من أي أمور، وكيف أن الرئيس الأتري قبل بأن يقدم تنازلات كثيرة ولم يتحدث عن المطالب التي كان يطالب بها عندما كان تيغراي في الحكم. هذا ما يعزز نظرية أنه عدوي صديقي. إسراع رئيس الوزراء الإثيوبي المنتمي لعرقية الأورومو بتوقيع الاتفاقية مع أريتريا العدو اللدود لجبهة تيغراي أثار هواجس الجبهة حول أهداف أبي أحمد. أسياس أفورقي وأبي أحمد تحالفا من أجل أن يحكموا إريتريا وإثيوبيا للأبد. هما لا يريدان ديمقراطية ولا أحزابا معارضة، فقط يريدان الانفراد بالسلطة، وذلك بتطبيق الدكتاتورية والشمولية الموجودة في إريتريا منذ أكثر من 30 عاما في إثيوبيا، ولذلك أرادوا القضاء على حزب جبهة تحرير شعب تيغراي. لم ينسى أسياس أفورقي لهذه الجماعة هذه الهزيمة، وكان يتحين الفرص، فحينما وصل أبي أحمد وأيضا له دوافعه الشخصية في ضرب جبهة التيغراي انتهز أفورقي هذه المسألة. أسياس أفورقي شخص لا ينسى ويريد أن يتخلص من الحسابات الشخصية مع قيادة الجبهة الشعبية لتحرير التيغراي. في خريف عام 2020 اندلع النزاع المسلح بين حكومة أبي أحمد وجبهة تيغراي بعد سنتين من تصاعد الخلاف السياسي. تحركت القوات الإثيوبية إلى إقليم تيغراي للقضاء على ما وصفته أديس أبابا بالتمرد الإجرامي. في الوقت نفسه عبر الجيش الأريتري الحدود ودخل أراضي إقليم تيغراي. جبهة تحرير شعب تيغراي لم تحاول احتواء هذا الصراع ليكون قضية داخلية. لقد أطلقوا الصواريخ على إريتريا، ما يعني تعريض بلادنا وشعبنا للخطر والأذى المباشر. بتنا في حالة عجز وعدم استقرار في المنطقة القريبة من الحدود الإثيوبية، لذلك وقعت على عاتقنا مسؤولية حماية أنفسنا وحدودنا وشعبنا وأرضنا. لكن التدخل في نهاية المطاف ظل محترما سيادة إثيوبيا، وكل ما فعلناه حصل بالتفاهم مع الحكومة الإثيوبية. وسط تعتيم إعلامي وانقطاع تام لكل وسائل الاتصال في إقليم تيغراي، تواترت أنباء حول قيام الجيش الأريتري بانتهاكات بحق السكان المدنيين. في
في شباط فبراير عام 2021 أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً أكدت فيه ارتكاب القوات الأريترية جرائم حرب أثناء الهجوم الذي شنته للسيطرة على مدينة أكسوم شمال أقليم تيغراي. القوات الإريترية الموجودة في إقليم تيغراي الإثيوبي قتلت بشكل ممنهج مئات المدنيين العزل في مدينة أكسوم الشمالية يومي 28 و29 من تشرين الثاني نوفمبر 2020. أطلقت النار في الشوارع وشنت مداهمات من منزل إلى منزل في مذبحة قد تصل إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية. الأدلة دامغة وتشير إلى نتيجة تقشعر لها الأبدان. بعد حملة من النهب والانتهاكات وقعت مجزرة 28 من تشرين الثاني نوفمبر، تم استفزاز الأريتريين في هجوم شنته ميليشيا تابعة لجبهة تيغراي على القاعدة الأريترية في أكسوم. وبعد أن نجحت القوات الأريترية في صد الهجوم، نفذت حملة عقاب جماعي ضد السكان المدنيين، ضد أشخاص عزل، وتم إطلاق النار عليهم بشكل عشوائي في شوارع المدينة. الوقائع التي أشارت إليها منظمة العفو الدولية استندت إلى أدلة حصلنا عليها من المنظمة الحقوقية. هذا المقطع المصور الذي يظهر أشخاصاً يحملون جثة أحد الضحايا قام مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية بتحديد مكان تصويره دائرة إلا بلازا في مدينة أكسوم، والموكب الحزين كان متجهاً إلى كنيسة أرابتو إنسيسا، والتي كانت حسب روايات الشهود ممتلئة بمئات الجثث. تمكنا من إثبات أن هذا المقطع تم التقاطه في أكسوم وقت المذبحة، والدليل الذي اعتمدنا عليه أيضاً كان صور الأقمار الصناعية. فعبر هذه الصور يمكنك أن ترى على سبيل المثال الأرض محفورة في باحة الكنيسة حيث دفن الضحايا كما أخبرنا الشهود. الحكومة الأريترية من جانبها نفت الاتهامات الموجهة لقواتها جملة وتفصيلا. لمنظمة العفو الدولية تاريخ وسجل طويل في خلق اتهامات سياسية ضد إريتريا، وعندما تنظر إلى تقرير المنظمة تجده يفتقر إلى الاحترافية، تم تجميعه على عجل وقبل حتى أن تسمح الحكومة الإثيوبية للمراقبين الدوليين ووسائل الإعلام بدخول المنطقة. نحن نحترم القوانين الدولية ونعرف كيف نتعامل مع أعدائنا. في أحد مخيمات اللجوء في ولاية القضارف السودانية التقى فريق الحرة تتحرى ببعض الناجين. فانتاي تاكي كان شاهداً على ما حدث في أكسوم. غرابة أول أيام حضرنا 800 شخص قتلهم، وفي المرة الثانية برضو يعني ما أقل من 450. جيش بتاع إساسة فوركي جاء معجر يكتل يسوي ينهب يسوي سبعة ذمة، هو إريتري قتل الناس، حرقوا كنائس، حرقوا مساجد، يعني أنت ما تعمل عندك حق. ده جيش أخذت لك بندقية يقول لك سوي لأختك دي، ده كلام ما يجي، يعني ما حصل ذاتي أخير أموت ولا أسوي لأختي، أنا أسوي لأختي دي. هذه صديقتي، عروس حامل في الشهر الخامس. عندما بدأت الحرب نقلها أربع من أصدقائها لتختبئ في إحدى الغابات، تدهورت صحتها، ثم جاء جنود أريتريون وقاموا باغتصابها. هرب أصدقاؤها وتركوها وحيدة. بعد أربعة أيام عادوا ليجدوها ميتة، لقد تم اغتصابها وقتلها. بعد
بعد شهور من عدم الوضوح وغياب أي رد رسمي، أصدرت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية تقريراً أكدت فيه الاتهامات بحق القوات الأريترية. الجيش الإريتري قتل أكثر من 100 مدني في مدينة أكسوم التاريخية بإقليم تيغراي. هذه الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان التي ارتكبها الجنود الإريتريون في المدينة، ليست جرائم عادية بل تعد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. لكن تقرير لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية عن أحداث أكسوم تم نفيه لاحقاً بعد تحقيق قام به المدعي العام الإثيوبي. ثبت أن الغالبية العظمى من القتلى في الحادث المذكور، ورغم أنهم لم يكونوا يرتدون الزي العسكري إلا أنهم كانوا أعضاء في قوات جبهة تيغراي الذين اشتبكوا مع القوات الإريترية، وبعدها عادوا إلى المدينة وهاجموا المدنيين في الشوارع، وبحسب تحقيقاتنا قتلوا 93 شخصاً أثناء ذلك. وسط تضارب للتقارير الصادرة في أديس أبابا، طلب برنامج الحرة تتحرى لقاءً مع المدعي العام الإثيوبي، وحصلنا على موافقة مبدئية بشرط إرسال الأسئلة، وبعد إرسالها تم إلغاء الموافقة. بغياب أي خطوات جادة تجاه تحقيق دولي يكشف ما جرى من انتهاكات، يشير العديد من الخبراء إلى تحضير جبهة تيغراي لشن حرب عصابات ضد الحكومة الفيدرالية، وأن الصراع قد يطول ويمتد إلى خارج إثيوبيا. الحرب لن تنتهي إلا إذا كان هناك قرار من الحكومة الفيدرالية أو إدراك من الحكومة الفيدرالية أنه من الصعب القضاء نهائيا على المقاومة، والتي يبدو أنها تحظى بشعبية كبيرة بين سكان الإقليم. جبهة تيغراي تزداد قوة، ولا يبدو أنه يمكن لأي من الجانبين حسم نتيجة الحرب. القرن الإفريقي بشكل عام هو منطقة شديدة التقلب، لكن المفتاح الرئيسي هو معرفة أي من الدول سيكون لها مصلحة في دعم جبهة التيغراي. هناك توترات بين مصر وإثيوبيا حول إمدادات المياه، فهل يمكن أن يكون هذا دافعا للمصريين لدعم جبهة التيغراي؟ والسؤال أيضا، إلى أي مدى ستضغط إثيوبيا على السودان للسيطرة على الحدود المشتركة لمنع تدفق الأسلحة ومحاولة إغلاق طرق الإمداد إلى الجبهة؟ فرضية تحول النزاع الداخلي في إثيوبيا إلى صراع إقليمي تبدو مرعبة للكثيرين، خاصة من عاشوا من قبل أهوال سنوات طويلة من الحروب وعدم الاستقرار. والحل لنزع فتيل الأزمة وطبقاً لتقارير صحافية دولية مشروط بتحقيق العدالة للضحايا وإنزال العقاب على من ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية أياً كانت انتماءاتهم أو مواقعهم.